كان في مؤامرات سياسية أعتقد، وحضرتك برضو تقول لنا في هذه المرحلة، هل المؤامرات السياسية اللي كنا بنشوفها على مصر وعلى السياسة المصرية ومحاولات إن يكون في إساءة لأي مرشح مصري وإنه ما يكونش بياخد فرصته العادلة ما زالت موجودة؟ هل حضرتك وضعها في اعتباراتك وفي أجندتك الانتخابية ولا الوضع اختلف؟ الحقيقة أنا ما لمستش لغاية دلوقتي حاجة، بس احنا برضو لسه بدري في المسار بتاعنا. ولكن أنا بفكر في الموضوع ده، إن ممكن هيبقى فيه فخاخ بالتأكيد، وعلشان كده بحاول بقدر الإمكان إن أنا أقف على الأرض الصلبة، وهي موضوعية الاختيار. موضوعية الاختيار بالنسبة للمتطلبات، ايه البروفايل اللي احنا عايزينه، وده البروفايل بتاعي. لو انت مش عاجبك انا احترم هذا، ولكن يبقى في كمان وضوح في النوايا، ان لو في اتجاهات اخرى نعرفها، ان ما بقاش في مفاجآت. طبعا اللي انا بقول عليه ده ما اتمناه، انما ما قد يتحقق ممكن يبقى شيء تاني خالص. ولكن في نقطة تانية مهمة قوي، ان في مثل هذه المواقف الواحد لازم يبقى عنده برضو يعني نية خالصة، ولازم يبقى عنده وضوح في الفكر، ان انا واقف على نقاط قوة معينة، ده اللي انا بعرضه. وكون ان انا اخسر ده احتمال، ما هو مش بس ممكن الواحد يدخل، خسارتك مش خسارة فردية، ما هو مفيش علشان كده احتمالها مش مقبول ومرفوض تماما من كل مواطن افريقي ومصري. فخلينا نقول في المستقبل لو حضرتك ان شاء الله حصلت على هذا المنصب، اول قرار بمجرد توليك هذا المنصب هيكون ايه؟ اول قرار هيكون اعادة منظومة مساعدة الدول النامية والاقل نموا في المشاركة بأكثر فاعلية ممكنة في العمليات التفاوضية، علشان ما ينتج عن عملية الإصلاح يكون بيعكس مصالحهم. ده هيبقى أول شيء هفكر فيه، وده بيعكس التجربة بتاعتي من سنة 85 لما رحت جنيف كمفاوض مصري، ولما انتقلت إلى المنظمة سنة 90 وتوليت عملية التفاوض على اتفاقية تجارة الخدمات.